ولادكم مبروك كل عام وانتم بخير. سعداء اليوم مشاركتنا العديد من العائلات الفقيره والمعززه في منطقه منيهله الافطار، مائده الافطار في الشهر الكريم هذا، شهر الفضيل، شهر رمضان. اتصالة تونس حرصت بالطبع انها تشارك العائلات هذوما افطارهم بالتواصل مع جمعيه وجبه لكل تونسي، ان روبا بور شاك تونيزيان. وحرصنا ايضا باش جاء معنا البطل الاولمبي بتاعنا اسامه الملولي اللي ترشح في الالعاب الاولمبيه ريو 2016. اتصالة تونس كما تعرفوا دائما عندها تساعد في الموازين وعندها اعمال اجتماعيه عديده، خاصه مع جمعيه اسواس جمرت اللي احنا نعاونوا في العديد من العائلات معناها الاطفال فاقدي السند، مع جمعيه رحمه لمسانده المسنين، وايضا مع الهلال الاحمر التونسي لمساعده المنكوبين في كافه المناطق البيئيه. اتصالة تونس عندها بعد اجتماعي كما تعرفوا، وهذا طبعا نحب نجسموه في شهر رمضان الكريم من خلال التجربه هذه مع جمعيه ان روبا بور شاك تونيزيان اللي نفطروا ونشمفوا العائلات المعوزه في المنطقه هذه، منطقه تونس الكبرى. شكرا. بن شيخ، من جمعيه وجبه الكل تونسي، احنا لاسوسيسيون ان روبا بور شاك تونيزيان ايتي كريي ان 2014، بدينا بار دي اكسيون بونكتوي، بدينا في رمضان 2014 فرقنا 5400 وجبه على ثلاثه مناطق معناتها في تونس. ان 2015 مشينا للقروان وصربينا في اريانا وفي سكره، كيف كيف وصلنا عملنا 15000 وجبه. من ابارتيغ من جانفي 2015 بدينا في اكتيفيتي على طول العام، لهين بكانتين 145 صغير ذو حاجات خصوصية. دي زانفون هانديكابي هما في اسوسيسيون اسمها لايف في حي تضامن، احنا اونجيغ لا كانتين نوفروا لهم 140 وجبة يوميا. من يوم 10 مارس 2016 حلينا المركز اللي احنا موجودين فيه هذايا توا، اللي هو المركز في المنيهله، مركز وجبه لكل تونسي، نتكلفوا ب 12 عائله تقريبا 65 شخص، متكلفين ناخذوا صغارهم الاربعه على العشيه نعملوا لهم دروس خصوصيه ومراجعه للقرايه، ومنها احنا نوفروا لهم الكوتي، وبعد كل ليله نحطوا العشاء. اليوم في رمضان سنة المركز هذايا منه هو ينطلق، نفرقوا الماكله للمركز اخر في شطرانة، ونفرقوا زيد الماكله للاسوسياسيون في سكره هي تاع الامهات العازبات، ونفرقوا عندنا عائلات زيد معناتها بالتعاون مع المعتمديه هنايا في المنيهله، فما عائلات نوصلوا لهم زيد نوصلوا لهم عشيرتها. اليوم جاتنا فرصه سعيده، جاي بحذانا اسامه ملولي باش احنا نجمنا الصغار اللي نعاونوا فيهم، رينا احنا كل ليله نراو تبسيمه على وجوههم، اليوم رينا تبسيمه سبيسيال. جاي اسامه ملولي مع تونيزي تيليكوم اللي انا نشكرهم بحضورهم اليوم، نجموا اليوم هاكا صغار عرفوا كيفاش اسامه ملولي كيفاش لعب كيفاش تعلم كيفاش كبر دون كيل كونديسيون، وحكي معاهم سور سون اكسبيريونس بروفيسيونيل، اي سي تري امبورتون بور نو، خاطر احنا الجمعيه نتاعنا ننشطوا في الماكله، اهم حاجه هي نحن باش نفرحوا الناس، هذيك هي اهم حاجه.